تأخرت قوي يا فندينا. معلش، انت اول ما طلبتيني سبت كل اللي في ايدي وجيت جري. خير؟ اخبارها تضايقك. قولي. خالك. اشمعنى؟ جالي النوح عشان يتفق معايا. نعم. خال مين؟ خالي انا رايح للنوح. جالي واداله معلومات مهمة قوي عن صفقة انت بتظبطها من زمان ودافع فيها ياما، وكمان اماكن المخازن بتاعتك والحتت اللي بتجيب منها البضاعة. خالي يمكن بيلعبهم. انا متأكدة من اللي بقوله لك. ومن يومين كمان جالي النوح واحد حاسة ان انا شفته قبل كده، بس مش فاكرة شفته فين. قعدوا يتكلموا كتير قوي ما سمعتش منهم ولا حاجة، لكن لو شفته مرة تانية ممكن اعرف. هيكون مين يعني؟ هو في بعد الخل؟ يا خال. يو، هو انت هتفضل شايل طاجن ستك ده كتير؟ فاكرها هينة عليا يا شوق؟ يا حبيبي وانت كنت عملت ايه؟ ده انت مديت ايدك وخدت لقمة من حقك، واللي انت عملته ده عين العقل. انت بكده ثبتت مكانك في السوق، وعلى رأي المثل عدو عدوي يبقى صاحبي. انا بس ساعتها مش عارف اتلم على نفسي، الدنيا بقت قصاد عيني اضيق من خرم الابرة. هما اللي عملوا فينا كده. انت تايه يعني عن اختك وابنها؟ كرشهم واسع وياكلوا مال النبي. الحمد لله بقى ان احنا لقينا لنا سكه ناخد شويه من اللي كلوه علينا. انا اخرج يا شوق. وهتسيبني لوحدي في اللوكان ده؟ انا عايز افك عن نفسي شويه يا شوق. ماشي يا حبيبي، فك عن نفسك. اقول لك خد لك كاسين او حجرين معمرين، المهم تخلي المزاج عالي، عشان عايزة حبيب قلبي يفوق ويروق بقى للشغل التقيل. ياه، حاسة كني وصلت لتركيب الدواء بيعالج مرض مزمن ما كانلوش علاج. اه عندك حق، شكله بقى بني آدم مختلف خالص. البركة في مجهوداتك وتعبك معانا يا حضرة الضابط. وأفكارك اللي حلت عقده وفكك لسانه. قلت لك قبل كده ان مش شادي لوحده هو اللي محتاج لنا. تقصدي مين يعني؟ اقصد ثانية تليفون. اتفضل. الو، اي علي. طب ما تسأل عليه اي حد في الحارة يعني. ايه؟ طيب ماشي 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 يا علي، يلا مع السلامة. هو في ايه؟ ابدا، عسكري كان مجند معانا وخلص مدة تجنيده، بس مشكلته أكبر من مشكلة شادي بكتير قوي. كنت ناوي تجيبه هنا؟ والله كان نفسي، بس واضح إنه خدها من قصيرها ورجع البلد. بس للأسف بقى في البلد عندهم مفيش زي عندنا هنا. إيه يا حضرة الضابط؟ هنا ممنوع. ازيك يا مريم، عاملة ايه يا جميلة؟ كويسة، شدي حيلك. الحمد لله ربنا كتب لك عمر جديد. انا مش حاسة بحاجة خالص. ليه؟ هو اللي انت عملتيه في روحك ده كان شوية؟ انا عملت في روحي ايه يا دكتور؟ الحامل لازم تاخد بالها من كل خطوة. يعني انا لسه؟ الحمد لله، اطمني، لسه موجود، لسه ليه عمر. يعني هو ماسك في الدنيا وربنا نجاه من اللي حصل. الحمد لله الحمد لله. ألف حمد لله على السلامة يا حبيبتي يا غالية. بيسا ده طلع منزلش، لسه عايش. أمال أنت فاكرة إيه؟ ربنا فوق الكل. أنا مش عارفة إزاي كنت هعمل في روحي كده، إزاي كان لي قلب. أنا عارفة يا أختي، هانت عليكي نفسك إزاي وعملتي كده؟ ما حسيتش بقيمته إلا لما كان هيروح مني. عمري ما كنت هسامح نفسي يا بيسا. ده أنا حاسة دلوقتي إن روحي اتردت فيا. أيوة بس أبوه ما يستاهلوش. ده انا اتصلت بيه عشان يجي ينقذني وينقذك، بصيت لقيته جه ويا ريته ما جه. اول ما جاله تليفون رمالي القرشين وقال لي بيطمنيني يا بيسا.
الزهر لما بتدي كتير بترخصي في عيون الناس، وانا اديت الخميس بزيادة قوي. سيبك من كل ده بقى وبصي لمصلحتك، وبصي للعيل لسه ما يعرفلوش اب ده، والنبي بصي لصحتك وحياة الموت اللي ترميت في ضله النهاردة، لا يكون العيل اللي في بطني ده اخر مسمار في نعشك يا فندينا. عملت ايه يا مطلب؟ دورت عليه في كل مكان، ملوش اي اثر، زي ما يكون فص ملح وداب. وانا الله يا فندينا دورت عليه في كل مكان، سالت كل حبايبنا ومعارفنا، ان حد يعترف فيه برضه مفيش فايده. هيكون راح فين يعني؟ الارض اتشقت وبلعته. حتى الخماره اللي بيقعد فيها رحت له فيها، ما لقيتوش. دوروا تاني وتالت وعاشر، وبدوروا رجاله في كل مكان وفي كل شقه، لازم تلاقوه. فاهمين؟ فاهمين. اركب العربية. حاضر. اتفضل يا فندينا. هنا بقى نلم روحنا ونقول نقوله لحد يشوف ولا حد يسأل. الله ينور عليك يا براه، فكر انما في الجول صح. وبعدين احنا طرشنا في المحل يا معلم. رجالة فندينا زمانهم بيحوموا حواليك وبيشمشموا وراك زي الكلاب، واكيد انت مش عايز افندينا يعكشك يعني. عكش مين؟ فندينا؟ الظاهر عليك ما انتش فاهم انت كمان ولا ايه؟ تفكر فندينا ده تفكيره كده من دماغه زي الناس ما بتقول؟ لا لا، لعلمك فندينا ما بيعملش اي حاجه غير لما يشور عليا انا الاول. اه والله يجيني كده ويقعد تحت رجليا ويقول لي اعمل ايه يا معلم؟ اقول له معلم ياد قول اخال قول اخال، واقعد احكي له اشرح له فهمه، وهو ولا حاجه انت لم تنادي. مين؟ ولا حاجه انت لم تنادي خالص. ما انت عارف. امال ايه حصل؟ ده مش كنت هناك؟ وهنا كمان يا معلم. حلو. وهنا كمان صح صح. انما هو ليه ما خدكش مع المصلحه الكبيره؟ ها؟ ما خدكش معاه ليه المصلحة الكبيرة؟ أنا هقول مش جيني صب قوي ده، أنا صب لك وصب لأهلك. حلوة. صب لأهلك. انت مش هتبطل التهيؤات اللي بتجيلك دي ولا خلاص؟ الخمرة عملت برومة في دماغك. انا عاملة حساب لعضل التربة وسايباك عايشة لغاية النهاردة، لكن يوم ما تعصيني لا هيهمني عضم تربة ولا هيبقى لك وجود على وش الدنيا دي. فعقالي كده وامشي عدل، وإلا هتبص تلاقي نفسك في غمضة عين مرمية في حفرة مليانة تراب، ولا ملفوفة في قميص الكتاف وعالسرايا عدل. وطبعا انت ست العارفين، وعارفة انا ممكن اعمل فيكي ايه. ادينا اهو واقفالك على رجلي وبمشي اهو، يعني ايدي طايلة واقدر اعمل كل اللي انا عايزاه ولا حدش داري. روحي بقى قولي لهم اللي شفتيه، علشان بدل ما يبقى لسانك تبقى رقبتي. وهقول لك اللي ما قلتوش لحد دلوقتي، الناس كلها اتخلقت لها عينين اتنين، وانا ربنا حباني بتلات عيون. العين التالته هي ابني افندينا اللي لازم يبقى فوق، حتى لو كان التمن ان احبس نفسي في كرسي بعجل
علشان يفضل فوق وانا تحت، والسوق كله يعرف ان البيت ده ما فيهوش غير كلمة واحدة بس، كلمة أفندينا. فعقالي بقى وما تعمليش زي أبوكي علشان ما تروحيش في طيس زيه، وكفاية عليك التهيؤات اللي مطيرة النوم من عينك. أديكي شفتي نص الحكاية. لو تحب تعرف النص التاني أحكيهولك. أبوكي خان العيلة، خان أبو خميس، وخان أخته، وخان أخوه، وخان رجالة بجد. وفي عرفنا اللي يخون جزاته عيار بتلات أبيض عشان نخلص منه. ارحموني، أنا غلطت صحيح وبلغت عنكم غصب عني، ما كانش قصدي، هددوني وأنا خفت على نفسي وعلى بنتي وعلى مراتي. الخيانة تمنها موت. ارحمني يا أبو خميس. ما كفكش أهوان ولساك عم تعيط زي الحريم. الرحمة يا ضوية، ده أنا أخوكي. في شغلتنا الرحمة خيبة تكسر صاحبها وتوصله للي أنت فيه، وزي ما قال أبو خميس تمن الخيانة الموت. حرام عليكم، حرام عليكم. عنك يا كبير، سيب لنا الشرف ده.